الأستاذ مجدي، تعقيبك الأخير وأي إضافة أخيرة على هذا الخبر أستاذ مجدي، تفضل. يعني الحقيقة قتلت قضية الأقباط بحثا وقضية مسيح الشرق بحثا، ما هو معلوم عن الإرهاب الإسلامي أنه دائما يبحث عن عذر، مش مجرد هذه المرة فتاة قبطية فتاة مسلمة وعلاقة بشاب، هو دائما يبحث عن مبرر. الإرهاب الإسلامي على مدى تاريخه يبحث عن مبرر، يا إما مبرر للجريمة أو عذر للمجرم. تمام. ما يعني في كل مرة في كل في أنا تابعت كافة الحوادث التي وقعت على الأقباط، وفي كل مرة يخترعون سببا مختلفا، بأن يا إما الأقباط استفزوهم، يا إما الصليب استفزوهم، يا إما الأقباط بيبنوا كنيسة، يا إما شاب قبطي على علاقة، يا إما الأقباط بيرشوا صلبان، يا إما الأقباط بيعكسوا المحجبات، يا إما الأقباط، وهكذا في كل. وفي أمريكا أيضا منذ 11 سبتمبر قالوا إن 11 سبتمبر حصلت عشان المظالم اللي بتقوم بها أمريكا ضد فلسطين، وقالوا الراجل بتاع فورت هود وهو بيقتل الناس قال إن برضه عشان أمريكا ظالمة، وفي أفغانستان وفي كل مكان الإجرام. الإرهاب الإسلامي دائما ودائما يقدم عذر للمجرم ويقدم تبرير للجريمة. بالتأكيد هذا التحليل 100% تحليل سليم جدا أستاذ مجدي، أنا بشكرك. وفي نهاية هذا التعليق أعزائي المشاهدين، أنا بشكر كل من الدكتور سليم نجيب رئيس الهيئة القبطية الكندية، وأيضا بشكر الأستاذ مجدي خليل رئيس منتدى الشرق الأوسط للحريات. نأتي إلى نهاية وختام هذا التعليق معكم، ونلتقي مع حضراتكم بالتأكيد في حلقة قادمة من برنامج خبر وتعليق.